حماها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا حباها ربها وإني سميتها مريم أنا عبد ربي قد نزلت مباركا برسالة التوحيد للقلب العميق. لقد وصف القرآن الكريم السيدة العذراء مريم بالصديقة وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأمامها مهمة عظيمة وهي كفالة المسيح عيسى عليه السلام إلى سن البلوغ. ولا نعرف كيف كانت حياتها بعد ذلك ولا كيف ومتى وأين كانت وفاتها. العذراء والمسيح الشيخ محمد العريفي والشيخ حسن الحسيني. توحيد سوف يعيد.